بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أردت أن أكلمكم عن أسباب التفريق بين الزوجين، الأسباب التي تجعل التفريق بين الزوجين. أولا عن طريق السحر، وهذا يحتاج إلى تفصيل أكثر نؤخره. الثاني ما كان عن طريق أو بسبب شيطان الجن المرسل من طرف إبليس، أو بسبب القرين عن طريق الوسوسة. السبب الثاني ما كان عن طريق أو بسبب الشيطان الجني الذي يرسله إبليس، كما جاء في الحديث الصحيح أن إبليس يضع عرشه على الماء ويرسل سرايا، أو بسبب القرين عن طريق الوسوسة. الثالث بسبب شياطين الإنس. عندنا ثلاث أسباب تحدث التفريق بين الزوجين: السبب الأول عن طريق السحر، السبب الثاني عن طريق شيطان جني يرسله إبليس، أو عن طريق القرين المتسلط على ذلك الإنسان، أو بسبب شياطين الإنس. نتكلم عن التفريق بسبب القرين أو المس الذي يرسله إبليس اللعين، وذلك يكون عن طريق الوسوسة إليهما وإلقاء الشكوك بينهما، فتقع الشحناء والبغضاء بينهما، يعني بين الزوجة والزوج. وهذا ما يدل عليه الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله الذي ذكرته سابقا، أن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سرايا، وهذا يتم علاجه بكثرة الاستعاذة بالله منه وقراءة آية الكرسي والمعوذتين والانتهاء والتوقف عن اتباع الوساوس. يعني السبب الذي يكون فيه الدعاء إلى التفريق بين الزوجين عن طريق القرين أو المس الشيطاني الذي يرسله إبليس، علاجه سهل، هو كثرة قراءة القرآن والاستعاذة وقراءة المعوذتين والانتهاء من تلك الوسوسة التي تدعو إلى التفريق. السبب الثاني شياطين الإنس، وهذا يكون من حاسد خبيث النفس من الإنس، يكون عن طريق الكذب والبهتان والقذف في أعراض الناس، كأن يخبر الزوج كاذبا بأخبار عن الزوجة تجعل الزوج يشك في زوجته، مما يدعوه إلى طلاقها، أو العكس، حتى يجعل الزوجة تطلب من زوجها الخلع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. الحديث رواه أبو داود والصحيح الألباني رحمه الله. السبب الثالث التفريق بسبب السحر، وهذا مشهور الآن في وقتنا الحاضر، أن السحر تسلط على الكثير من الناس، وبالخصوص سحر التفريق، وهو مذكور في القرآن الكريم: يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا كان هذا التفريق مصحوب بمس، إذا كان هذا السحر مصحوب بمس من أجل التفريق، نحاول أن ندفع ذلك المس ونزيله بالطرق الشرعية التي ذكرتها سابقا في عدة مقاطع، عن طريق الرقية الشرعية، وهو مبين في كثير من المقاطع الموجودة في قناتي في اليوتيوب الراقية أبو عائشة الأثري الجزائر. هذا إذا كان السحر مصحوب بمس. أما إذا كان بسبب السحر بدون وجود مس، هذا يعالج بالمراحل،
وبالاستفراغات الخمسة التي ذكرتها أيضا في قناتي في اليوتيوب أخلاقي أبو عايش الأثري الجزائري، الاستفراغات التي جاءت بها السنة المطهرة، الاستفراغ عن طريق العطاس بعملية الصعود بالقسط الهندي، والاستفراغ عن طريق استخراج الدم بالحجامة، والاستفراغ عن طريق التقيؤ، والاستفراغ عن طريق الإسهال، والاستفراغ عن طريق استخراج العرق. هذه الأسباب المشهورة المعروفة التي تؤدي إلى التفريق بين الزوجين، وقد ذكرتها وأعيدها للإفادة. السبب الأول عن طريق السحر، السبب الثاني عن طريق الشيطان أرسله إبليس اللعين لكي يفرق بين الزوجين كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث مشهور وهو حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. الحديث رواه الإمام مسلم. فالشيطان يقرب ويعانق ويلتزم، الشيطان الذي أعظم فتنة وأعظمهم عند إبليس فتنة الذي يفرق بين الزوجين. فهذه الأسباب الأساسية التي تجعل التفريق بين الزوجين، وذكرناها لكي يكون الإنسان منها في حذر لكي لا يقع في هذا الأمر الخطير، وهو تشتيت البيوت وإضاعة الأولاد مما يدعو إلى الانسلاخ في المجتمع وكثرة الزنا وكثرة الجرائم بسبب هذه الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.